التقطت هذه المشاهد في شهر رمضان خلال حفل إفطار في منزل الإمام الخميني الذي وجه الدعوة إلى كبار مسؤولي الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان والهيئة القضائية والعديد من أعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. لم يلقي الإمام الخميني أي كلمة في الحفل واكتفى بإمامة المصلين. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. بعد الصلاة توجه إلى صحن المنزل وهناك حرص على البقاء واقفا في ظل توافد ضيوفه الواحدة والآخر في إشارة فسرت بأنه بانتظار شخص معين. وما أن وصل رئيس الجمهورية السيد علي الخامنئي حتى أجلسه الإمام الخميني إلى جانبه في لفتة حملت دلالات كبيرة وجاءت بعد أسابيع على قبوله استقالة الشيخ منتظري وقبل أسابيع قليلة على دخوله المستشفى. لقد كان هذا هو الإفطار الأخير. بعد شهر رمضان بدأت الحالة الصحية للإمام الخميني بالتدهور تدريجيا، وكان يوم السبت 23 من أيار من عام 1989 يوم العمل الأخير لروح الله في مكتبه في جمران. الأمر العجيب جدا كان آخر شخص التقى الإمام في ذلك اليوم وسلم على الإمام ودعا له الإمام. كانت سيدة كبيرة السن من لبنان، كانت أم شهيد عظيم، شهيد سطر بشهادته منعطفا أساسيا في تاريخ الإسلام ولبنان والمقاومة. كان أمرا صدفة، كانت آخر من التقى بالإمام، وعندما قدمتها للإمام سر وارتاح وتلطف عليها بمحبته وأظهرت بدورها تعلقها بالإمام، وعندما خرجت بقي الإمام يدعو لها، وفي صباح اليوم التالي دخل الإمام المستشفى.